السيد الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أتقدم إليكم جميعا بالشكر، وأخص بالذكر السيد الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية على استضافته لأعمال هذه القمة وعلى ما لقيناه من دفء الضيافة وحسن الاستقبال. كما أود الإعراب عن تقديري لما بذل من جهد كبير لإنجاح أعمال القمة والروح التعاونية التي أبداها القادة الأفارقة ورؤساء وفود دول الاتحاد الإفريقي المشاركة، مما ساهم في تضافر جهود جميع المشاركين للتوصل لبيان ختامي يعكس الأولويات المشتركة الأفريقية الروسية ويكرس رؤية الجانبين تجاه العديد من الموضوعات والقضايا الدولية، وعلى رأسها قضايا السلم والأمن وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وفقاً لرؤية أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063 وأهداف التنمية المستدامة 2030. تأتي قمة إفريقيا روسيا لتترجم المستوى المتنامي لعلاقات التعاون بين الجانبين والإرادة السياسية للزعماء المشاركين لتعزيز أواصر العلاقات في جميع أوجهها، بما يدفع نحو تحقيق أهدافنا في السلام والاستقرار والتنمية المستدامة. ولقد حقق المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي الذي عقد أمس نجاحاً ملموساً للأطراف كافة لما شهده من تفاعلات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، حيث شارك فيه نخبة من رجال الأعمال الأفارقة والروس، وركز على عدد من الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة للدول الإفريقية وعلى رأسها قطاعات البنية التحتية والصناعة والزراعة والصحة والطاقة وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، وذلك من خلال المحاور الثلاثة الرئيسية لمناقشات المنتدى، وهي سبل وجهود تنمية العلاقات الاقتصادية وتشجيع إنشاء المشروعات المشتركة والتعاون في المجالين الإنساني والاجتماعي. كما دشن المنتدى منصة للحوار المباشر بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يضفي بعداً إضافياً للعلاقات الروسية الإفريقية بتشجيع انخراط رواد الأعمال الروس في إفريقيا في القطاعات ذات الأولوية للقارة.